تناقش بعد لا بعد انا على فكره ترى انا من حلقه 22 طلعت يا ابوي زفيت من مره ليش تذبح فلان وليش ما شنو زين احنا طبعا نطلع من هالاجواء هذه وندخل اجواء الغناء ومع الفنان جمال الدريعي وطبعا احنا راح نسالك سؤال اللي هو سبب اختيار الشباب او دخولهم الى عالم الفن وعالم الغناء يا انه يعني يتاخر في اصدار الالبوم ولا انه يتجه صوب السنجل لكن قبل لا اجاوب على هالسؤال هذا خلنا نسمع منك اغنيه جميله من اختيارك بعدين نجاوب على السؤال يا من يخبرني يخبرني خلني على هاجر وخاصمني ما حلا خصار هاجر وخاصمني ما حلا خصار هاجر وخاصمني ما حلا خصار فايت على بابي
أغنية جميلة قدمها الفنان جمال الدريعي في برنامج نجوم العيد فايت على بابك سلطان زماني. وطبعا نرجع معك على سؤالنا، احنا سألناك بتبتدي مشوارك بالسنجل ولا بصدار ألبوم؟ حقيقة أبي أبتدي بالسنجل بما أنه هو اللي دارج الحين بالساحة الفنية. وأنا بداية يعني في أول صعوبة دريق. في إصدار الألبوم شلون؟ في صعوبات يعني عندك في إصدار الألبوم وايد، وإحنا قاعد نشوف الحين يعني إذا الفنان توه جديد وينزل أغنية سنجل أو ينزل ألبوم، تلقى الأغنية السنجل تنجح بين الألبومات اللي تصدر، الألبومات اللي قاعد تنزلها، لأن الألبوم تحتاج أنك تنوع فيه. ايه؟ تغني مثلا لون شرقي، لون كويتي، لون سعودي، لون إماراتي، ففيها صعوبة. ومو كل صوت يعني يصير حلو بكل الألوان، هذا شيء صعب وايد. فأنت اختار لونك اللي تحبه وطرح حق المستمع، حبك نجحت، أحسن مما أنت تنزل ألبوم وتصير نسبة الفشل فيه كبيرة. ولا إن شاء الله إحنا نتمنى لك إصدار سينجل يعني جميل إن شاء الله، يعني حتى لو أنزل سينجل بعد سينجل بعد سينجل، بعدين آخر شيء أفكر بالألبوم متى ما استعديت وحسيت إن أنا يعني قادر على إني أنا أطلع ألبوم يعني يليق بمستمع، خصوصا المستمع الكويتي. أكيد المستمع الكويتي يعني إذا سمع الأغنية يفصصها. نعم منتقي جيد، وهذا شيء منتقي يخوف. جيد أكيد هذا شيء يخوف طبعا.